السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين للتعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا الدرس الثاني من السلسلة ديال لي بارامتر دو ديسبيرسيون. كنا شفنا في الدرس اللي فات كنا شفنا شنو هي لي طوندي وشرحناها وشفنا لا فورمول ديالها وطبقناها في واحد ليكسيرسيس. اليوم إن شاء الله نشوفوا ليكار ابسولي مويان، شنو هي ليكار ابسولي مويان وشنو هي لا فورمول ديالها، وغادي نطبقوها في واحد ليكسيرسيس اللي هي الطابلو ستاتيستيك باش نفهموها اكثر واكثر. دونك ليكار ابسولي مويان سي لا مويان اريتميتيك اكس باري دي زيكار ابسولي اونتر لي فالور دو كاركتير اي لا مويان اكس باري. ولا فورمول ديالها هي عندنا ليكار ابسولي مويان، لابريفياسيون ديالها هي EM. دونك EM تساوي لا سوم ديال NE انترفال XE موان X باري سور N توتال. اوكي سيدي، دابا غادي نفهمو هاد لا فورمول ان شاء الله عن طريق اكسيرسيس باش يسهل عنا نفهموها ونحفظوها بطبيعة الحال من بعد ما غادي نخدموها فهاد لو طابلو ستاتيستيك ان شاء الله باذن الله. اكزامبل لا سيري كي كونسيرن لو بوا دو 100 انديفيدو، هذا هو ليكسيرسيس. عندنا هادو طابلو ستاتيستيك، البروف كيعطينا غير لي دو طابلو ستاتيستيك الاولانيين اكس اي والان اي، و تيقول لينا كالكولي ليكار ابسولي مويان. بطبيعه الحال ليكار ابسولي مويان عندها علاقه مباشره بطبيعه الحال مع لو مويان اريتميتيك. دونك فين ما نسمعو كالكولي ليكار ابسولي مويان ضروري خصنا نكالكوليو في الاول الاكس باغي، يعني هو لو مويان اريتميتيك. اون بليس عاد نلقاو ليكار ابسولي مويان هي ديك الاو ام. اوكي سيدي، دونك البروف تيقولنا كالكولي ليكار ابسولي مويان، كيعطينا لي دو طابلو هنايا اكس اي والان اي. اوكي دونك اكس اي هنايا عندنا كاركتير كونتيتاتيف كونتينو، يعني فيها المجالات لي زانترفال. اوكي ما حتى عندنا الاكس اي فيها لي زانترفال والمجالات، دابا الحمد لله كيف ما تعودنا وديما فيما نلقاو الاكس اي فيها المجالات كنحولوها للسي اي باش كتولي لنا عدد صحيح طبيعي. كنظن بان دابا ان شاء الله باذن الله هذه المرحله حنا تجاوزناها، سيرتو حنا قدمنا بزاف ديال الشروحات في الدروس اللي فاتت كيفاش كنحولوا الاكس اي كيفاش كنحولوها للسي اي. اوكي سيدي، دابا ان شاء الله باذن الله عندنا المجال الاول ديال 50 حتى ل 60 غادي نحولوه للسي اي. بمعنى نعاودو ديما حنا اش نقولوها السي اي شنو هي، هي ا زائد بي على 2، يعني 50 زائد 60 على 2 كتعطينا 57.5. دونك السي اي احنا لقيناها، السي اي الاولى خرجت لنا اللي زعما هي الاكس اي، خرجت لنا 57.5، الثانيه 62.5، الثالثه 67.5، والرابعه 72.5، والخامسه 77.5. اوكي سيدي، دابا غادي نكالكولو لا مويان اريتميتيك، كنزيدو واحد الطابلو واحد اخر اللي هو ان اي فوا سي اي باش كنلقاو لا مويان اريتميتيك اللي هو اكس باري. دونك ان اي فوا سي اي، يعني ان اي اللي اون فاس مع سي اي اللي دونك ان اي الاولى شنو هي، هي 12، كنضربوها اللي سي اي اللي اون فاس مع 57.5. دونك 12 57.5 كتخرج لينا شنو، كتخرج لنا 690. ثانية عاوتاني الان اي الثانية 17 كنضربوها في 62.5 كتخرج لنا اسمحوا لنا 17 كنضربوها في 62.5 كتخرج لنا 1062.5، والان اي الثالثة 36 ملي كنضربوها في 67.5 كتخرج لنا 2430، والان اي الرابعة كذلك 24 ملي كنضربوها في 72.5 كتخرج لنا 1740، والخامسة خرجت لنا 8000 خرجت لنا 852.5، منين جبناها درنا 11 في 77.5. دونك
المجموع ديال الان اي سي اي عطانا 6775. منين جبناها؟ جبناها من المجموع ديال الان اي سي اي، دونك 690 زائد 1062.5 زائد 2430 زائد 1740 زائد 852.5 عطاتنا 6775. دونك لا فورمول اكس باري كتساوي لنا شنو؟ كتساوي لنا لا صوم ان اي اكس اي. لا صوم ان اي اكس اي هي اللي لقينا هي 6775 سور ان، ان هي 100، دونك 6775 مقسوم على 100 كتخرج لنا لا موين اريتميتيك اللي هو اكس باري كيساوي لنا 67 فاصله شنو؟ فاصله 75. دونك لا موين اريتميتيك احنا حددناه ولقيناه نحطوه تما ونبقاو عاقلين عليه باش نخدمو به ليكار ابسولي مويان. اوكي سيدي، باش كنلقاو ليكار ابسولي مويان كنزيدو واحد لاكاز، كنديرو ديك لي زانترفال وكنحطو وسط منهم سي اي موان ناقص اكس باري اللي لقينا قبيله. دونك عينينا كتمشي للسي اي الاولى اللي هي 57.5 كنقصوا منها الاكس باري اللي خرجت لنا، يعني لا موين اريتميتيك اللي هي شنو؟ هي 67.75. دونك 57.5 ناقص 67.75 كتخرج لنا ناقص 10.25. ولكن فيما تخرج لنا واحد الريزولتا في ليكار ابسولي موين ناقص 10.25 كنردوها موجبه. دونك واخا تخرج لنا ناقص 10.25 لا كنكتبوا 10.25 كنردوها موجبه. المثال كذلك الثاني السي اي الثانيه شنو هي؟ هي 62.5 كنقصوا منا شنو؟ 67.75 كتخرج لنا الناقص 5.25 كنردوها واخا هكا كنردوها 5.25. ثالثة كذلك ان سي اي الثالثة اللي هي 67.5 ناقص 67.75 كتخرج لنا ناقص 0.25 خاصنا نردوها وكنكتبو 0.25 واخا يخرج لنا الناقص كنردوها موجب. اوكي هنا الرابعة سي اي الرابعة سهلة 72.5 ناقص 67.75 كتخرج لنا نيشان 4.75 ما عندناش مشكل فيها. الخامسة كذلك 77.5 ناقص 67.75 كتخرج لنا 9.75. كنزيدو واحد لاكاز الاخرانية اللي هي شنو؟ هي اللي كاينة في الفورمولا عندنا ديال الاو ام. دونك ان اي لانترفال سي اي موا اكس باري، يعني شنو؟ هاديك سي اي موا اكس باري اللي لقيناها كنضربوها في الان اي اللي اون فاس معاها. دونك سي اي الاكس باري اللي لقيناها في الاول هي 10.25 كنضربوها في الان اي اللي مقابلها هي 12. دونك 12 في 10.25 كتخرج لنا 123. عاوتاني كذلك الان اي الثانيه شنو هي؟ هي 17 كنضربوها في 5.25 كتخرج لنا 89.25. وكذلك كنحسبوا حتى الاخرانيه الان اي الاخرانيه هي 11 كنضربوها فاش؟ نضربوها سيدي في 9.75 كتخرج لنا 107. دونك المجموع ديال الان اي انترفال سي اي موا اكس باري كيخرج لنا 442.5. منين جبنا 442.5 جبناها من المجموع ديال 123 زائد 89.25 زائد 9 زائد 114 زائد 107 كيعطينا 442.5. دونك ام اللي هي ليكار ابسولي مويان كتساوي لنا لا صوم ديال ان اي انترفال اكس اي موان اكس باري شنو هي؟ خرجت لنا هي 442.5 سيغ ان توتال اللي هي 100. دونك على 100، دونك 442.5 على 100 كتخرج لنا 4.42. دونك هنا لقينا اكس باري كيساوي لنا 67.75 وليكار ابسولي مويان هي 4.42. دابا ان شاء الله باذن الله غنديروا واحد لانتربريتاسيون، يعني شنو فهمنا من هاد ليكسيرسيس؟ فهمنا بان لو مويان دو بوا دو سي زانديفيدو سي كار
4.42 كيلوغرام دو لا مويان اريتميتيك هي الاكس باري. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس باذن الله. الدرس ماشي صعيب، سهل، خاصو غير شويه ديال لي براتيك، وباذن الله مع الوقت غادي نديرو بزاف ديال لي زيكسيرسيس باش ان شاء الله باذن الله غادي يسهل علينا هاد لا فورمول ديال لي كار ابسولي مويان و لي طوندي بطبيعه الحال ان شاء الله. هما هادوك هما لي بارامتر دي ديسبيرسيون. دونك ما تبخلوش على اخوكم امين بواحد الجيم اللي عجبو الفيديو واللي بغيت انسكريف معنا في القناه ديال امين للتعليم. بطبيعه الحال مرحبا بكم، والى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.